نصف الدنيا تهنئ كل القراء بالعام الجديد وتتمنى لكم عاما سعيدا. ملف خاص عن الأعياد ننفرد بتهنئة من قداسة البابا توادروس الثاني بمظاهر احتفالية فرعونية. الأصل عيد الميلاد في مصر له طعم مختلف. لماذا تجتمع قلوب المصريين مسلمين وأقباطا على حب السيدة العذراء؟ ومع الأقباط في أعياد الميلاد مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا. شركاء الوطن يرسمون لوحة المحبة في أرض مين. ماريوي نسعى إلى عودة القطن المصري لريادته العالمية. جورج بهجوري أفتقد ملهمتي في 2024. والنجمة لبلبة أعشق تراب مصر وبهية من أجمل أدواره. وبأمر الرئيس السيسي كنائس مصر تدق أجرسها من جديد. وعشرين موقعا في مصر باركها السيد المسيح تابعوا مسار العائلة المقدسة من رفح لدير المحبة. تتصدر لوحات عالمية تزين جدران المتاحف العالمية سيدة مريم العذراء أيقونة الفن في عصر النهضة. ومهرجان في حب المحاور مفيد فوزي. وإلي صعب أناقة الأعياد ظهور بايات. والمصور محمد عاطف تلقائية الأطفال وعفويتهم سر نجاح الصور. وعلى صفحات روزان جاردن البونسيتا زهرة عيد الميلاد المجيد. وهما الديكور موائد مبهجة للاحتفال بالعام الجديد وأعياد رأس السنة من دون زيادة في الوزن. نصف الدنيا لكل الدنيا. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير مروة تبكي.